شوفوا الراحة بعد قراءة هذا الدعاء. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي. أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقى لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرقته. وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.